إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 93 و94 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. وما قاله الإمام محمد عبده: كنا نتمنى أن نجد ما يدل على مساندته، ذلك من أجل الخلوص من مشكلة وهي التحريم لأمر لم يأتي من قبل الله تبارك وتعالى حكم بتحريمه، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على أن التحريم لا بد من أن يكون حكما من عند الله تبارك وتعالى. فكيف هنا يحرم إسرائيل على نفسه مع أن التحريم من اختصاص الله سبحانه وتعالى؟ ولكن مما يشكل ما نجده من قوله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مع أن الأصل إن ذكر اسم الجد وقصد به ذريته أن يكون الإسناد إليه بصيغة التأنيث، كما في قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقوله: كذبت ثمود المرسلين. ويقول العرب، والعرب تقول: حاربت قريش وناصرت مزينة أو جاءت جهينة، ولا تقول جاء جهينة بمعنى جاءت القبيلة، وإنما يقولون جاءت. فإذا في هذا إشكال، وإنما يندفع ما تصورناه من الإشكال من حيث إن إقدام يعقوب عليه السلام على التحريم لا بد من أن يكون بإذن من الله تبارك وتعالى، فهو بغض النظر عن كونه اجتهد أو لم يجتهد، ربما أذن الله تبارك وتعالى له أن يحرم ما يرى تحريمه، فحرم على نفسه ما رأى تحريمه، ولذلك كان ذلك حكما ثابتا في حقه، على أنه ربما لم يدعو إليه غيره ولم يشرع ذلك لذريته. ومما يجب أن ننتبه له بأن هذا لا يعني بوجه من الوجوه إباحة أن يقدم أحد من الناس فيحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى له، لأن ذلك من الكبائر التي تقرن بالإشراك بالله تبارك وتعالى. وقد جاء التحذير البالغ من قبل الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه العزيز، فهو تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بل نجد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى إنما هو قرين الإشراك به عز وجل، وأنه من شأن المشركين ليس هو من شأن المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى:
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فإذا هذا كله يدل على أنه ليس من شأن المسلم أي مسلم كان أن يقدم على تحريم شيء أحله الله تبارك وتعالى، كما أنه ليس من شأنه على تحليل شيء حرمه الله عز وجل، إذ التحليل والتحريم إنما هما من أمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين ضلال الذين يقدمون على التحريم، سواء كان الذي يحرمونه طعاما أو شرابا أو كسوة أو زوجة أو أي شيء مما أحله الله تبارك وتعالى من غير بينة من الله. وما يقع فيه جل العوام والجهلة أو كلهم من الإقدام على التحليل والتحريم في حال الطلاق بغير ما أذن به الله تبارك وتعالى إنما يؤد أمرا خطيرا، ولئن اعتقدوا حرمة ما حرموه وتحليل ما أحلوه فإن ذلك يخرج بهم عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لأن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إنما هو ردة عن الإسلام. فقول أحدهم عندما يطلق امرأته حرمتك على نفسي وحللتك لأي رجل آخر، ذلك من الكلام الخطير جدا، لأنه رد لحكمين من أحكام الله. فمن أين حرمها على نفسه والله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا؟ فهذا التحريم إنما هو رد لهذا الحكم الصريح من قبل الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحليلها لأي رجل أيضا هو من الخطورة بمكان، لأن الله تعالى لم يحلها لأي أحد حتى تنتهي عدتها، فقد قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهؤلاء البعولة هم الذين لهم الحق في الرجع في هذه الفترة، فكيف يقدم الإنسان على تحريم ما أحله الله ويقدم على تحليل ما حرمه الله سبحانه؟ هذه أمور يجب أن يتنبه لها. وكذلك كم سمعنا من الجهلة الذين لا يخشون الله تعالى ولا يتقونه، من يزعم بأنه حرم الإرث على ورثته، مع أن الميراث حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يحرم إلا بتحريم الله، لا يحرم لإرث من وارث لموروث إلا إن كان الوارث كافرا، أي خارجا من ملة الإسلام، كان كافرا كفر ملة، أو كان قاتلا، أو كان رقيقا. أما بدون ذلك فإنه لا يمكن أن يحرم الإرث، مع أن الإرث مما لم يكل الله تبارك وتعالى حكمه إلى أحد من خلقه، لم يكل أحكام المواريث إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل فصلها تفصيلا بنفسه وقال عقب ذلك التفصيل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فزعم من يزعم بأنه حرم إرثه على أحد ورثته بسبب عقوق أو بسبب قطيعة أو بسبب شيء مما يكون
بين الوالد وولده أو بين القريب وقريبه، إنما ذلك تجن على الإسلام وتعد على حدود الله ودخول فيما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وكذلك كثيرا ما نسمع أيضا أن الوالدة ربما تقول عندما تسخط على أحد أولادها بأنها حرمت عليه الرضاء الذي رضعه منها، هذا من هذا القبيل، هذا من الكفر، لأنه تعد على أمر لم يأذن به الله تبارك وتعالى، دخول في مضيق، تحريم لأمر جعله الله سبحانه وتعالى أمرا فطريا وجعله من ضرورات الحياة، بل جعله من الواجبات. فإن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا من حق المولود على والدته، فكيف مع ذلك تأتي هذه الوالدة وتقول بأنها حرمت هذا الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. اختلف المفسرون في قوله تبارك وتعالى من قبل أن تنزل التوراة، هل هو متعلق بقوله حلاً أو متعلق بقوله حرم؟ فطائفة من المفسرين قالت بأنه متعلق بقوله حلاً، ذلك لأن هذا الاحتراز أي بذكر من قبل أن تنزل التوراة إنما يتلاءم مع هذا التعلق، فإنه من المعلوم أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام كان قبل أن تنزل التوراة بقرون، فلا داعي إلى هذا الاحتراز. والقرآن الكريم لا يأتي بكلام يخلو من فائدة، بل ما فيه إنما هو فائدة. ومن أجل هذا انتقد أبو حيان على أبي البقاء عندما قال أبو البقاء بأن قوله سبحانه وتعالى من قبل أن تنزل التوراة إنما هو يتعلق بحرم، ولعل استدلال أبي البقاء هنا بأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعده، ولكن هذا أمر اختلف فيه. منهم من قال بأنه لا يعمل مطلقا، أي ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعده مطلقا، ومنهم من قال بأنه يعمل في الظروف والمجرورات لأنها يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، ومنهم من قال بأنه يعمل في المنصوبات كلها لأن المنصوب إنما هو فضله، ومنهم من قال بأنه يعمل مطلقاً حتى في المرفوع. فالمسألة إذن فيها خلاف، أي هل يعمل ما قبل الاستثناء فيما بعده؟ وما قاله أبو حيان ذكره ابن عاشور للعصام ولكنه انتقله، فهو أيد ما قاله أبو البقاء. ومن قال بقوله من أن التعلق إنما هو تعلق بحرم، وقال بأن هذا لأجل تنزيل بني إسرائيل منزلة من يجهل هذا الأمر لغباوتهم، فكأنهم يجهلون التاريخ، يمارون هذه المماراة وفهم بمثابة من يجهل التاريخ، بحيث لا يميزون بين عهد نزول التوراة وعهد إسرائيل عليه السلام أي يعقوب عليه السلام. فلذلك كانت الفائدة هنا التسجيل على هؤلاء بالغباوة وسوء الفهم. وبناء على كلا الرأيين، فهل
إنزال التوراة كان فيه إتيان بأحكام جديدة، كان في إنزال التوراة تحريم على بني إسرائيل ما لم يكن حراما عليهم من قبل. هذا أمر أيضا مما اختلف فيه أهل التفسير، فمنهم من قال بأن نفس امتناعهم وتحريمهم لما حرمه إسرائيل على نفس من غير بينة من ربهم كان عدوانا، بسببه حرم عليهم ما حرموه على أنفسهم، أي جاءت التوراة بذلك. ومنهم من قال بأن ذلك ليس كذلك، وإنما جاءت التوراة بتحريم ما كان حلالاً لهم من قبل، وذلك من أجل ما جنوه على أنفسهم من أجل ظلمهم وأكلهم الربا وصدهم عن سبيل الله وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا هو الواضح. ومنهم من قال بأن هذا التحريم لم يكن في التوراة، وإنما كان تحريماً فيما بعد على ألسنة الأنبياء من بعد. حرم الله تبارك وتعالى عليهم ما حرم من الطيبات من أجل هذا العدوان الذي كان منهم، وقالوا بأنهم كانوا كلما قارفوا إثماً وأصروا عليه يحرم الله تبارك وتعالى عليهم بسببه طيباً من الطيبات التي أحلت لهم من قبل. وبعد ذلك يحتجهم الله تبارك وتعالى بقول قل فأتوا بالتوراة، فإن التوراة دليل على أن هذا التحريم لم يكن سابقا، وإنما حرم الله تبارك وتعالى عليهم ما حرم بسبب هذا العدوان الذي صدر منهم. فاتلوها إن كنتم صادقين، فاتلوا هذه التوراة بأنفسكم إن كنتم صادقين في أن هذا التحريم كان سابقا ولم يكن لاحقا. وفي هذا أيضا كما قلنا وكما ذكر من ذكر من المفسرين رد عليهم في ما يدعونه بأنه لا نسخ في الشرائع، وأن الشرائع لا بد من أن تكون جميعا متفقة، ولذلك رفضوا شريعة عيسى عليه السلام عندما جاءتهم بتحليل بعض ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم. إذ جاء عيسى عليه السلام برفع بعض الآثار فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم الله تعالى عليهم بسبب ما قرفوه من العدوان من قبل، ولكنهم رفضوا هذه الشريعة، كما رفضوا أيضا ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستنكفوه من حيث إنهم رأوه مناقضا لما عندهم، أي ناسخا ورافعا للأحكام التي في شريعة التوراة. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أصل افترى من فرى يفري، وفرى بمعنى قطع الأديم، يقال فرى الأديم بمعنى قطعه، وقطع الأديم في الأصل إنما يكون لأجل إصلاحه، فيقطع من أجل أن تصنع منه الدلاء أو من أجل أن تصنع منه القرب أو من أجل أن تصنع منه النعال أو من أجل صنع أي شيء كان مما يستفاد به. فتقطيع الأديم لأجل ذلك هو الفرع. وافترى افتعل، وافتعل قد يكون لأجل المبالغة في فعل، والمبالغة في فرع الأديم بحيث يكون مقطعا تقطيعا قد يكون إفسادا. فلذلك ناسب أن يكون الكذب افتراء لأنه
إفساد للحديث وتقطيع للحديث بما فيه إفساد، وتقطيع للقول بما فيه إفساد. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ومن حيث إن استعمال الافتراء غلب على الكذب، صارت الفرية بمعنى الكذبة، وعرف هذا بين الناس، غلب على استعمال الناس ذلك حتى صارت الفرية من غير أن يذكر الكذب بمعنى الكذب. والله تبارك وتعالى كثيراً ما يحذر من الكذب بالتحذير من الافتراء، بحيث يعد الافتراء إلى الكذب، كما في قوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومثل ذلك قوله سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا وأولئك هم الكاذبون. فهذا إذن أصل الافتراء، كما قيل الاختلاق بمعنى الكذب أيضا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي بعد ما قامت عليه الحجة ووضح له الدليل وعرف أن هؤلاء اليهود لم يكونوا على شيء من الصدق والحق، وأن التحريم إنما كان تحريماً موقوتاً، أي ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم من أجل عقابهم على ما قارفوه، ومن حاول أن يدلس على المسلمين من بعد ما قامت عليه الحجة بحيث يتعصب لمقولة اليهود ويرد قول الله تعالى: فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء هم الظالمون الذين وضعوا الأشياء في غير مواضعها، فإن الكذب إنما هو وضع للشيء في غير موضعه. والكذب هو مخالفة الحديث للواقع، أو مخالفته للاعتقاد عند البعض، أو مخالفته للاعتقاد وللواقع معه. فالكذب الذي يكون مخالفاً للواقع ولكن الذي يكون مخالفاً للواقع وللاعتقاد، بحيث يتصور الإنسان أن الحقيقة كما حدث، ولكن يتبين فيما بعد أن الحقيقة غير ما تحدث به، هذا الكذب هل يعذر صاحبه أو لا يعذر؟ إنما ينظر إلى حاله، فإن كان اعتقاده ناشئاً عن تعصب من غير دليل وحاول أن يقول ما لا يعلمه وأن يعتقد ما لم يكن له به دليل، فهو ملوم على ذلك وهو كاذب. وإن كان كذب الذي يخالف قوله الواقع مع أنه يعتقد الحقيقة، بحيث يكون اعتقاده مخالفاً لما يقوله، وأعظم فحشاً، لأنه تصور الحقيقة كما هي ولكنه كابر نفسه وقال غير الواقع مجانباً لمعتقده الذي يعتقده، فهذا أفحش في الإثم والظلم. أما ما كان من الحديث بغير الواقع مع اعتقاد أنه موافق للواقع، ولم يكن هذا الاعتقاد ناشئاً عن تقصير، وإنما كان ناشئاً عن نسيان أو كان ناشئاً عن وهم، فهو مما يعذر عليه صاحبه لأنه من الخطأ، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. وبناء على اختلاف الناس في الكذب، هل هو ما خالف الواقع أو ما خالف الاعتقاد والواقع أو ما خالفه ما معا، يأتي الاختلاف في
تقييد الكذب بالعمد وبغير العمد، فكان الكذب ما خالف الواقع فهو يحتاج إلى أن يقيد بما أن يقيد بكونه عمدا، أي ما يؤخذ به يقيد بكونه عمدا، الكذب عمدا. وأما عند من يقول بأنه ما خالف الواقع والاعتقاد فإن ما يذم لا يقيد بكونه عمدا. وكذلك عند من يقول بأنه ما خالف الاعتقاد ولو كان الواقع بخلافه فهو أيضا كذب، لأنه خالف معتقده بناء على أن هذا الكذب هو بناء على الرأيين السابقين متعمد للكذب وإن كان أخطأ الكذب، فهو لا يعذر لأنه تعمد الكذب وإن كان أخطأ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي بعدما وضحت الحجة بما أنزل الله تبارك وتعالى من هذا البيان هنا، فأولئك هم الظالمون. أو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، إشارة إلى ما حرم إسرائيل على نفسه، فأولئك هم الظالمون، أي من حرم شيئا بعد ذلك بدون بينة من الله تبارك وتعالى فأولئك هم الظالمون. فالتحريم إنما هو لما حرم الله، والحلال والحرام كما قلنا حكمان يرجعان إلى شرع الله تبارك وتعالى، وليس لأحد قط فيهما تدخل. ولئن كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أوتب على تحريم ما أحل الله تعالى له، مع أنه الشارع المبين عن الله، ومع أن قوله رديف قول الله تبارك وتعالى، فكيف بغيره عليه أفضل الصلاة والسلام. مع أن طائفة من العلماء تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحريمه إنما هو حلف، أي حلف يمينا ألا يطأ جاريته، أو حلف يمينا ألا يأكل عسلا على حسب ما اختلف في ذلك. ومعنى هذا أنه عوتب على نفس الحلف فضلا عن الإقدام على التحريم. وقد اختلف العلماء في من حرم شيئا هل يحتاج إلى كفارة أو لا كفارة عليه في ذلك، فقول الشافعية وكثير من أهل العلم أنه لا كفارة، لأن الكفارة ليست معقولة المعنى، وإنما هي أمر تعبدي، ولما كانت أمرا تعبديا فلا قياس في ذلك. ومذهب أصحابنا والحنفية أن التحريم تترتب عليه كفارة، وقد استدل هؤلاء بقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ولعل ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم يمينا يمكن أن يدفع به هذا الاستدلال، نظرا إلى أن إيجاب الكفارة عليه إنما كان بسبب اليمين المتقدمة. ولكننا نجد أيضا ما يمكن أن يستأنس به لوجوب الكفارة فيما أنزل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، وهو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. على أثر ذلك أتبع الله تبارك وتعالى حكم الكفارة عندما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن ترتب هذا الحكم في الذكر على ما بعده يؤذن على أنه يطبق على التحريم، فمن حرم ما أحل الله تبارك وتعالى
فعليه الكفارة، لأن هذا الامتناع بالتحريم حكمه حكم اليمين، والله تبارك وتعالى هو العليم بالصواب. ونقف الآن عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الكرام، هكذا كنا مع تفسير الآية 93 94 من سورة آل عمران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.